معنا digestive system بيتكون من الاستومك والليبر والسمول انتستين واللارج انتستين. دلوقتي احنا هنطلع الاستومك. الاستومك بتتكون من جريتر كيرفتشر وليسر كيرفتشر اهو الليسر، وبعدين في اللي هو الفندس الحته اللي هي القبه اللي فوق دي فندس، وهنا ده البادي بتاعنا اهو ده البادي. في هنا بقى عندنا الكاردياك اوبننج فتحه الفؤاد، والبايلوريك اوبننج اللي هي منطقه البايلوريك ريجون دي فتحه البوال اهي بايلوريك ريجون. بعدين دلوقتي عندنا الليفر. عندي هنا دوت الليفر بيتكون من الليفت لوب ودوت اللايت لوب اكبر من الليفت لوب، وعندي هنا ديت اسمها الكوادريت لوب تبقى جنب الجول بلادر، هنا عندي اسمها الكوديت لوب جنب الانفيلو فينا كاب، هنا ديت الجول بلادر وتحتها الفصه والجول بلادر يبقى تحتها، ودوت الجروف فور انفيلو فينا كاب، والحته ديت اسمها البورتا هيباتس. اللارج انتستين اهي طلعها. دلوقتي انا عندي السيكم، وبعدين بطلع على الاسيندنج كولون القولون الصاعد اهو، وبعدين الترانزفيرس كولون، وبعدين عندي الديسيندنج كولون بينتهي بالريكتم، وبعدين عندي اللي هي الانال كانال دي الانال كانال. بعدين عندنا دلوقتي دي الحته دي على بعضها اسمها اللفائف اللي هو عندي هنا الرايت فليكشر وعندي الليفت فليكشر، الحته المتنرفه دي الرايت فليكشر والليفت فليكشر اهي ده البنكرياس، ودوت الديودينوم شكل زي.